وانا مبادك نفس الجيبات. اشنا نموت حقير. هكذا دوا وضع الزباد. نعم يا اصدقائي هنا. شو ما انحسبت المنطقة ليش؟ كيف جربتها وما انحسبت؟ لا متى طلعت؟ ولك طلعت في الاخير كلش ورجعت. طيب متى انحسب لك بعد؟ لا رجعت يا ماما خذها. خليك قاعد بالاي لا تروح مدى ولا تعوفة. ما حد بالاي. بس هيجوك من بي. راح اروح ارمي علبي. ايه اروح. لان اكو هليكوبتر جاي ترميني بال هذا كتني ابو الهليكوبتر. طيارة بالجو 7 كيلو 6 كيلو. انا ردي. تعال. قدام واحد مصطفى دقيقة مركزية الطيارة حكيت له مرة دي يقترب 3 كيلو. بعد تعال بعد تعال شوية اقترب بعد. اختفى. ردك قوي شلون جي الجبارد. ايه بس ما راح اختفى ما جا يطلع. انزل مستوى الجام هذا هو. وقع ما وقع. نايس عشت ايدك. يو ويلكم. قدامك حجي مصطفى. والله شكرا. دقيقة جاك هاي في دار ديفو. جاني 1000 واحد يم هاي جي كي في زد. بالفيديو مات. كتبنا بالشوت. والله شلون ما ادري قلت لك قلت له بالبي ام بي مو؟ اوه بعد عاش بالفيديو مات. لا 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 تطلع لا تطلع ارجع ارجع جاك جاك من طيارة بالجو. ادري راح يجي عرب هذه نقاط صوت دفاع جوي. ما اعتقد 4 كيلو يا تعب الطيارة. انتوا تلعبون شنو؟ ترى بالجو. ايوه درج حفظ. يفتر ورا. جاك جاك عشت ايدك. تعب روحي. شنو هذا الانفجار قدام؟ 4 كيلو ثانية. 3 كيلو. يلا انزل انزل انزل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكلك موت لك اسوي اشبي. جيناور هذا والله. لا حرام تمدحك علي. حلو بالطيارة والله جت ناورته. يموت لك قاعد لك يموت من ورا مدفع ما تحمي. 4 طيارات. اقول لك الشاشة تغيرت عندي ما ادري شنو صار في الفيلمات الشاشة. واحد وراي واحد وراي. تايك تفاصيل مات مات اللعبة كبرت. وين يطلع عنده؟ طاح له. بعده بعده. ذاك ذاك. ذاك انا باو علي. ما ودي اشوفه انه نازل مستوى الجام. هذا هذا اي والله نازل. بين بين. تعال 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 تعال. ذبها 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 ذبها. طيحت جيبات دبا رادار مات ما يخفى وقع به دبا هو دبا فجت راحت ف ايه العافية عليه. وبي ام بي انه جابه انت بي ام بي بي ام بي قوي
ازداد شيء يجيب لك شيء بعض التركيز والحظ. تحت الـ ABDS ما تو 100 متر طيارة. دير بالك حجي. اي أيوة والله نفس ما قلت لك من انا. اي رماني رماني. اوكي. هليكوبتر مو طيارة. شفته بربوني حتى انا شنو هذا مستحيل هيش ريلود سريع دوتا لودر شنو شنو ما ادري دوتا لودر وقع بالطياره ياب بالطياره اه هليكوبتر اخر دير بالك طياره مات عليك ارمي على الهليكوبتر على الالمانيه اثنين اكو مو دي لو قعدت الثاني بعد عايشه ذاك الثاني بعد اللي يطلق عليه وقع نايس راح داخل I'm dead now اوه طياره مو هليكوبتر هذا وانا خايف من عنده خرب منو انا ذاك واحد عليك نيص صار لي ساعة صلح بالاخير قتلني هذا اسف عبر الهليكوبتر طلع طيارة تكتلته والله طاحت عليه شفته الله يقرفه المشكلة اجيب الطلقات اي بي تي وانا مضاد باكون هلا حبيبي راح طيارتين وين وين ولا ما اقدر اسوي شيء باكون مات هيك تلتا دايك دايك سجاد بس حاليا شو ذاك استخدمته اني قدام هذا اكو يسارك يسارك اكو يسارك واحد مات اكو واحد يسارك ادرب 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 درع مشكلة هذا الدبابة هذا مو خطر اقدر اكتله بس هذا من 103 خطر نايس فور النوبة هذا اوكي مبدئيا ما اعرف صراحه شنو ذاك اقدر اقتله او ما اقدر هذا اقدر اقتله هذا اوبجكت بس هذا ما اعرف اقدر اقتله ما اقدر ما اقدر اكشف روحي له يب برج ما اقدر اخترق جسم ما اقدر اخترق جسم هذا لا والله هذا جسم ما اقدر اخترقه استوبد 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 مصطفى استوبد عش يعني واحد اخر يبغى عليه تي 55 ايش اسوي عاد طلع الزايد تي 55